هذه عملية الإهدار اللي كانت تنظمها جمعية القدس تنسيق طبعا مع جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي طيور الجنة، نستضيف في هذا الأثناء الدكتور المشرف عن هذه العملية شوقي أميران، شنو ممكن تقول لنا على هذه العملية دكتور اللي تمت على مستوى المستوصف حي النظر اليوم؟ شكرا، تنحييكم. دونك اولا تنحيو المشاركين في هذه العمليه جمعيه القدس ومؤسسه ديال طيور الجنه اللي ساعدوا اللي قاموا بهذه العمليه. حنا قمنا غير بالاشراف على هذه العمليه، دونك كمندوبيه الصحه حاولنا ما امكن ان نكونوا حاضرين وتكونوا ديما حاضرين بالنسبه للانشطه ديال اللي تيقوم بها المجتمع المدني على مستوى الاقليم العائش. هذا بالنسبه لنا حنا واجب، دونك تنتقيو التشارك ديالنا مع جمعية القدس هو كبير في هذه العملية، وهذا من البرامج من مجموعة ديال البرامج اللي غادي نقوموا بها. دونك العملية ديال الإعذار كانت تحت إشراف طاقم من مستشفى ديال لالة مريم ومن مندوبية الصحة، الطاقم اللي حاول أنه يقوم بهذه العملية في جو اللي هو طبي كما تسمحوا، كاين مجموعة ديال الجمعيات اللي تقوم بهذه عملية الإعذار ولكن ما تتكونش متوصلة طبيا، وتكون جمعية القدس مشكورة تتبع هذا المجال الصحي، وكانت مجموعة ديال الإجراءات قبل ما نديروا عملية ديال الإعذار، ومع ذلك قامت تكون الإجراءات من بعد عملية الإعذار، هذا باش تكون العملية ديال الطبية صحيحة وسليمة 100%. دونك هذا تنحيو جميع المتدخلين في هذه العملية، وحنا ما كنا إلا مشرفين على هذه العملية، ونقدروا نقولوا حنا تنقولوا بأننا واجدين أن نقوموا بجميع العمليات اللي عندها علاقة بالمجال الصحي واللي تقدم خدمات الساكنة ديال الإقليم العائش وإقليم الأقصر كمان. إذا كيف مرت العملية في أحسن الظروف؟ ما تسجلت شي حالات ومرت مزيانة؟ كما قلت كانت مجموعة ديال الإعداد لهذه العملية من قبل فاش تكون عملية طبية، يعني كان تم فحص ديال هذه الوليدات من قبل باش ما يكونش عندهم مشكل، ومن بعد ذلك تقامت عملية الإعذار ومرت في ظروف اللي هي صحية، خدينا من المستشفى ماتريال اللي هو كما تنقولوا ستيريل، مسائل كانت دازت في أحسن الظروف. شكرا.